بعد مماطله وتلكؤ في الحضور من قبل وفد الميليشيا اعقبه تاجيل ليومين اخرين وتهديدا بالمغادره من قبل وفد الحكومه اخيرا انطلق لقاء الكويت الذي دشنت اعماله بكلمه لوزير خارجيه البلد المستضيف والتي دعا فيها اطراف الحوار اليمني الى التسامي فوق الجراح والدخول في المشاورات بحسن نيه مؤكدا على ان بلاده ستقدم كل التسهيلات اللازمه لانجاح اللقاء الذي يراد له الانتقال باليمن من مرحله الحرب الي مرحله اعاده الاعمار دعوه لاقامه مؤتمر دولي لاعاده اعمار الجمهوريه اليمنيه بالتعاون مع المجتمع الدولي المبعوث الاممي ولد الشيخ اكد على ان جلسات الحوار ستنطلق من محددات القرار الاممي 22/16 المتمثله بالنقاط الخمس التي تنص على انسحاب الميليشيا من المدن والمؤسسات وتسليم اسلحه الدوله المنهوبه واستعاده العمليه السياسيه وعوده الحكومه الشرعيه لممارسه مهامها وفرض حضورها على كافه الاراضي اليمنيه. سوف تنطلق جوله المشاورات من النقاط الخمس النابعه من قرار مجلس الامن 2216 ومن جدول الاعمال المتفق عليه والمعمول به في جوله مشاورات بيل في ديسمبر 2015. وسط امال وترقب انطلقت جوله الكويت الثالثه من المشاورات بين الاطراف فيما عيون اليمنيين تترقب ما ستفضي اليه هذه الجوله من نتائج لعلها تنهي الحرب وتفتح افقا جديدا للسلام في بلد لم يعد يحتمل المزيد من الخراب والدمار.